هل تجرؤ؟ كثيرون من الذواق يقولون إنه أشهى جزء في الخروف. اليوم نتحدث عن اللسان أو لسانات الخروف، طبق من أن المطبخ الدمشقي مشهور جدا، طبق حاضر صيفا وشتاء، سواء تم تحضيره مع سلطات أو الفتات أو غيرها. لكن هذا الطبق يقدم في المناسبات والعزائم للأشخاص المهمين والعزيزين، ببساطة لأنه يحتاج لوقت وجهد بالتحضير. وصفة سلطات سلطة لسانات الخروف مع الشيف الشامي. خلينا أرحب بضيفنا من الرياض الشيف عبد الله الحموي. يسعد صباحك شيف عبد الله. أنا عمري ما جربت اللسانات وصراحة لا أجرؤ، ولكن يبدو أن الكلام عنها جميل وفي وصف كده يفتح النفس، فإيش محضر لنا اليوم عن لسانات الخروف؟ أول شيء أهلا وسهلا بنور العين، وأسعد الله صباحكم بكل سرور، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب العالمين. طبعا اليوم اللسانات، آخ يا ريم ليش ما جربتي اللسانات؟ اللسانات من أطيب الأجزاء الموجودة بالخروف وأطراها، وجميلة جدا، وهي أكلة شعبية عنا بالشام وكل سوريا تحديدا. بدنا نحكي إذا كل سوريا، هي أكلة شعبية جميلة جدا، وأنا متأكد أنه منتشرة كتير بالوطن العربي. طبعا اليوم لحدهم لكم ياهم بطريقتين. الطريقة الأولى يلي هي سلطة اللسانات. طبعا عندي هون اللسانات، بس لو أرجيكم ياهم مأشرون منظفون ومزبطون على 24 ومرستق لكم ياهم، مو مشان شي، مشان صحتكم يا غوالي. طبعا هلا شو بدنا نعمل؟ أول شي بدنا نقدم سلطة اللسانات. سلطة اللسانات بكل بساطة، لأنه اللسان كتير عزيز علينا وكتير طيب مع البقدونس والبصل، فمنسمي بالله بدنا نقصه بهذا الشكل للسان اللي عنا، وبدنا نحطه على فرشة من البقدونس والبصل. طب لحظة يا شيف، أنا أبغى تفاصيل طبعا أكثر. اللسانات كيف بتغسله وكيف بتقطع؟ يعني واضح إنه مقطوع من لغلوغه، يعني مش الموضوع لسان لحاله، اللسان بلغلوغ. لا، اللغلوغ مو موجود، هو كان موجود اللغلوغ، بس أنا طالع لكم بس اللسان بدون لغليغه. لكن الفكرة صراحة اللسان من الأجزاء اللي بالخروف اللي بدها تنظيف، بدها جهد مشان تطلع، وبتحتاج نظافة عالية جدا مشان تطلع عنا بأفضل نتيجة. فبيحتاج إنه ينتقع بالخل والليمون والملح ويندعك فيه، إنه ينتقع لمدة تقريبا 4 ساعات يا غوالي. هذا الكلام المطلوب على الأقل. يا سلام. طيب وبعدين بتسلقها لحالها؟ أيوة. مع الحيل بعدين وكذا بتنقم زفرته. أول شيء بتنقم زفرته، بتتغير المية عليه تماما، وبتنجل الطنجرة من أول وجديد مشان نحافظ على نظافة اللسانات. بعدين بنحط لها مية جديدة وبنحط عليها البهارات البسيطة اللي هي عبارة عن هيل وفلفل وشوية ورق غار وأكيد قرفة إذا حبيته، وبنتركها تنطبخ بالضغط بدها ساعة ونص، وبالطنجرة العادية بدها تاخذ 3 ساعات لـ3 ساعات ونص، وبعدين بيتأشر عند اللسان. اللسانات اللي عندي هي لسانات مأشرة، بس صدقوني يلي ما جرب أكلة اللسانات فاتوا كتير يا غوالي. بس والله طريقتها وتحضيرها ما هو سهل يا شيخ. طبعا هلا يعني أنا شو عم بعمل؟ هو شوفي، هو صراحة في ناس بتعتقد إنه صعبة، بس عادي، أنا من عمري 18 سنة وأنا بسويها لهالأكلة، يعني ما فيها هالصعوبة بحسها، بالعكس متعة شغلة لأنه كتير جميلة. هلأ قطعت اللسانات بهذا الشكل قطع صغيرة مشان نحطها على هالفتة الجميلة اللي عنا. هي فتة اللسانات، هي عبارة عن خبز بيتصقى بمرقة اللسانات، ومن ثم يضاف عليه البدوة اللي هي عبارة عن لبن وطحينة، وبنحط عليها الثوم والليمون وشوية ملح، وهيك صارت أمورنا باللوز. يا سلام. ولكن لا يكمل اليوم إلا مع شوية سمنة زراف، مو مشان شي مشان صحتنا. فمشان هيك أول شي بدي أجيب السنوبر، ونحط السنوبر على الوش بهذا الشكل، منزين الفتة اللي عنا، شوفوا يا عيني. طبعا السنوبر ما بنحطه مع السمنة على طول، لأنه السنوبر ما له روح، فأول ما تنزل عليه السمنة الحامية رح يصير له رح يتحمص عنا. فهلا بنسمي بالله بنمسك سمنتنا الحاميه ومنطشها بهذا الشكل. هذا المنظر مو مشان شيء، مشان صحتكم يا غوالي، شوفوا لي على هالمنظر يا عيني. الله الله الله، شايفين بهذا الشكل سمنه حيواني يا غوالي، منطشها بهذا الشكل. طبعا هلا ما بيبقى علينا الا الرتوش الاخيره، يعني للفته بدنا نحط لها شويه رمان على الوش، بتعطي طعمه وكمان منظر جدا جميل للفته بهذا الشكل.
ولحط كمان شوي صغير من الرمان على السلطة، هي إضافة من عندي أنا بحبها صراحة مع السلطة. وما ننسى البهارات يلي لازم نضيفها على السلطة، شو هي؟ أول شيء بدنا نضيف شوي صغيرة من السماء، وهي إضافة اختيارية من عندي، طبعاً هي أصولها بس تتقدم ملح وفلفل والليمون وشوية ملح، وأكيد بدنا نفلفلهم بالفلفل الأسود، وتقدم مع الليمون بهذا الشكل، وبإمكان نسوي منها سندويشات للسلطة نفسها. هلأ بس طلعوا لي على هالمنظر، هاي المشهيات على الصبح، شوفوا لي على هالصحن الفت البلسانات، بسم الله ما شاء الله قديش وجميل ورائع، شايفين يا عيني، الله الله الله. ومنيجي على طول كمان دي ورجيكم سلطة البلسانات، شوفوا لي على هالسلطة، يا سلام، شوفوا على هالألوان، شوفوا على التناغم، هي السلطة الصح، هي اللي مو مشان شي مشان صحتكم. هذا هو، أتوقع كمان يتاكل معها جرجير وبصل أخضر كده، فبيزبط الحال مع السمن اللي حطيته. بإمكانه الجرجير والبصل، ترجع على حسب الرغبة. أنا أتساءل هذا الصحن اللي حطيت عليه السمن فيه كم سعرة حرارية، ولكن أعتقد عند هذه اللحظة لا تهم عدد السعرات الحرارية. حلاوة اللسانات فعليا هي أكلة صيف شتاء، يعني بالصيف تتقدم باردة وبالشتاء بتتقدم سخنة، لأن سعرات الحرارية عالية جدا، لكن بالصيف وتنحط لها شوية سمنة وهيك بتنفع كمان فطور غدا عشاء، والسعرات الحرارية إذا أكلناها إن شاء الله فطور ولا غدا ولا عشاء لازم ما نحسبها، مو مشان شي مشان صح عشان نستمتع ومشان نريح بالنا. شكرا لك الشيف عبد الله الحموي، تسلم يدك، شكرا لوجودك معنا من الرياض.